هم هكذا إلا ما عرفوا أنفسهم، ولا هم هكذا أحسن لهم يتوضعون. كان سيدنا سليمان النبي صاحب الملك يخرج إلى بيت المقدس يشوف حلقة الفقراء مساكين يجلس معهم ويقول مسكين جلس إلى مساكين. هذا الذي عرف، هذا الذي أبصر. ها فملك مثلها أنجح الملك. هذا لا تكبر ولا تجبر ولا اغتر ولا تميز. وجاء سيدهم كلهم صلى الله عليه وسلم وقال إنما أنا عبدون أجلس كما يجلس العبد وأكل كما يأكل العبد. وإن كان لا يمشي في شوارع المدينة فتعرض له الجارية، تعرض له حاجتها وتمشي، يمشي لقضاء حاجته في أي إلى أي أحد كان وإلى أي مكان يمشي معه. لما شافوا عدي بن عاد ماذا بعد ما قد مكن الله لنبيه وبعد جاءوا ويمشي معهم من المسجد الطريق، حصل جارية وقفته وتكلموا ما هذا ملك، ويقول بنفسه هذا ما هو ملك، هذا ولا هم ما هو من أرباب الملوك، ما هو من الدنيا، هذا نبي. تخلى البيت عزل وحده سلام له، قال ردتها عليه، قال فردها علي ذلك. قال الضيفة حقا يكرم يكرم المرء في بيته. قال لا والله لا هو ملك ولا يبغى ملك سلطان ولا بحكم، هذا نبي. عرف من تصرفه، هذا درع. صلوات ربي وسلامه عليه. وراودته الجبال شم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمامي. سبحان الله. قال